جميل اليحمدي لاعب نادي الشباب والذي قدم مستويات رائعة مع ناديه استحق أن يحظى بشرف التواجد في المنتخب العسكري الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم العسكرية الثانية لكرة القدم والتي تستضيفها السلطنة خلال الأيام المقبلة. الشبيبة التقت به في أول تدريبات الفريق بعد المعسكر الخارجي بجمهورية مصر العربية، حيث أوضح بأن الحظوظ كبيرة والإعداد الجيد حتى الآن يعطي مؤشرات أكثر من رائعة في إمكانية تحقيق لقب المونديال العسكري.